طيب تعالوا نروح لمباراة تانية للمنتخب الأولمبي. النهاردة منتخبنا الأولمبي بياخد آخر مباراة ودية في فترة الإعداد قبل المشاركة في أولمبياد باريس بقيادة طبعا البرازيلي ميكالي. منتخبنا لعب يوم الأحد مباراة ودية مع أوكرانيا ودي انتهت بالتعادل 1-1. والنهاردة منتخبنا بيواجه العراق وديا قبل خوض المنافسات الرسمية في الأولمبياد. منتخبنا هيواجه الدومينيكان يوم 24 يوليو، ده هيكون الساعة 6 مساء. بعد كده أوزبكستان يوم 27 يوليو، ده هيكون الساعة 6. بعد كده إسبانيا يوم 30 يوليو الساعة 4 العصر. كل التوفيق للفراعنة في مشوارهم. بالمناسبة دي المشاركة 13 للمنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية. أتمنى منتخبنا إن شاء الله، أنا واثقة فيهم إن هم يقدروا يوصلوا لأبعد نقطة في البطولة. بنحلم بإنجاز جديد إن شاء الله للكرة المصرية، هم يقدروا إن شاء الله إن هم يخلونا فخورين بيهم، وإحنا كده كده أكيد يعني فخورين بيهم.